لمسة وهمسة، فهل تكون بألوان الصمبا التاريخ أم تكون الإكوادور بالرأس؟ وجول، جول السلساو أليساندر الميلانيستا باتو يفتح باب التسجيل. جول 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 ديل برازيل، 1-0 لمنتخب السلساو في كرة انتقلت تلعب صح مباغة للدفاع الإكوادوري، وينطلق الباتو القناص ليقترس أولى الأهداف وليؤكد كلام التاريخ. الله على اللعبة والله على الهفوة، تخل بينهم الاثنين، سبقهم باتو بالراس، بالراس يضرب على طريقة كاريكا، ينطلق ويضرب ويحول كرة وجهتها في الشباك، ومانو يرقص بالكوستوم، يرقص وهو لابس يعني كأنه موظف. 1-0 من أليساندر باتو في أولى 36 دقيقة لعب عن شوط، ونتيجة بهدف، والإكوادور ممكن تعود، العودة العودة، وجول جول 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 جول، الإكوادور تتعادل. الله على كرة القدم، جوليو سيزار يواصل مسلسل السقوط، والإكوادور عن طريق أخطر المهاجمين كايسادو فيليبي تدرك التعادل في مرمى السليساو. مش ممكن يا مانو، مش ممكن يا هدف، مش ممكن على كرة، وشوف الكرة قساوتها حكمها وغدرها خيانتها وتمنحها وتجرأها، تمنعت على كرة روبينو الجميلة واختارت الكرة السيئة، يعني تركت المزيانة واختارت العفشة، ماذا تريد؟ هذه هي كرة القدم. الله يا إكوادور، بالنسبة لهم هدف، بالنسبة لهم تعادل، بالنسبة لهم عودة الروح لعودة الأمل من أجل إقصاء راقص السامبا في شوط بدون رقص. بإمكانية الانطلاق خطيرة، واحدة اثنين والثاني والهدف الثاني، السلساو لنيمار، نيمار أخيرا يسجل الهدف، أولى أهدافه في الكوبا أمريكا، نيمار يتقدم بالبرازيل لربع النهائي بهدف ثاني، واحدة اثنين، إصرار على العمق، وأخيرا يا مانو يسجل اللاعب نيمار أولى أهدافه في الكوبا مع السلساو. البرازيل اثنين الإكوادور هدف. شوف الإصرار، شوف الانطلاق، راميريس تلعب الكرة، ممتازة المتابعة من نيمار، يهرب من رقابة الدفاع، ونحس للأمانة سذاجة دفاعية، مش ممكن مش معقول. في الهدف الأول كانوا متأخرين على راس باتو، في الهدف الثاني يسبقهم في شربة الماء جاء الثاني، والآن يا مانو انظر للكاميرا واعمل لي فيها كاريزما وارفرح بالهدف. إمكانية التوزيع، وين الراس، وين الثاني، وين إمكانية التعادل، لكن يرجع ما يكون، ترجع مرة أخرى الإكوادور، الإكوادور يلعب على التسديدات، يحذر، يلعب كرة خطيرة، يضرب، يضرب وجول، جولاتو 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 للإكوادور، اضرب سدد سجل أمام فرحة الكوتش الكولومبي، أمام الأفراح الأرجنتينية هنا في استاد كوردوبا، لماتش التاريخ، لماتش بالأرشيف، إصرار إكوادوري إلى إنهاء زحف البرازيل وإلى عناد البرازيل ولا سطوة البرازيل في تاريخ المواجهات ضد الإكوادور. ما فماش بريس، مش ممكن، مش ممكن. وين الدفاع، وين الدفاع؟ شوف 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 شوف، وحارس اليوم حصالة، جوليو سيزار حصالة في اللهجة التونسية، اللي الحصالة اللي تلموا فيها الفلوس باش تشريوا هدايا العيد في وروح المباراة في أمريكا. ترجع نيمار، 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 والثالث، الثالث، 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 كارسالو ديل سلساو، أليساندر باتو، اعتلي المجد يا برازيل، سجل الثالث يا برازيل، تأهل يا برازيل، اركب الموجة يا برازيل، افرح يا برازيل، رقص على الكوبا كابانا، ادرك انه شتاء، اعرف انه شتاء برازيلي، ولكن ربيع الكرة، ربيع السلساو يعود، الثالث اللي حكيت عليه، الثالث اللي ناديت عليه، الثالث اللي لا نغني عليه، الله في خطأ من الحارس، نيمار يصنع الهدف، والروبينو مع باتو يدخلوا الكرة بالقوة، ويا مانو نحل مانو تاع السلساو، يدخل مايكون قوة كبيرة، يدخل مايكون يسرح وربي معاه، يمشي مايكون الرابع، الرابع للسلساو نيمار، الجراند نيمار، النمر نيمار، الخطير نيمار، الهداف نيمار، الرمز البرازيلي الجديد نيمار، 4-2 البرازيل، 4-2 البرازيل رسميا في ربع النهائي. البرازيل يقولون بالمثل المعروف
الشاي تجي مع الاكل. نعم هكذا هي البرازيل 4-2 في شوط كبير، في شوط ممتاز. عمل لي حب، شوف الكرة، شوف مايكون، ربي معاه، امشى مايكون، شو طلب الكرة، يهرب من الدفاع، حتى كرة روعة روعة روعة، خدمة خدمة كبيرة من الرواق مايكون، الرفعة ومرفوعة، والفنان نيمار، نيمار يسعد المليار حب.